طيب لتتبيلة اللحمة بقى، احنا طبعا هنخش بقى دلوقتي ان شاء الله في وقت الذبح، وهناكل لحمة والكلام ده كله، ومن اكتر الحاجات اللي بتبقى مطلوبة طعم او تتبيلة اللحمة بشكل حلو علشان تبقى مميزة. هقول لكم دلوقتي على التتبيلة. طلع بس حاجة مبدئيا للناس اللي خايفة على صحتها، تجيب لحمة ما يبقاش فيها دسم عالي. الريش عادة بيبقى فيها دسم، يعني اللي يعني يقدر يقطع الدسم اللي باين ده علشان ايه ما يبقاش حاجة واضحة وصريحة بناكلها دسم عالي ويبقى مضر لينا وللشرايين، ده بيسد الشرايين. اللحمة تكون حمراء زي اللي احنا شايفينها هنا كده، بتبقى احسن كتير جدا صحية. التتبيلة اللي معانا بقى، معانا بودرة بصل، مش حتت بصل عشان ما تنزلش في الشوي في الشواية وتتحرق. معانا بابريكا حمراء، معانا زيت عباد الشمس مش زيت زيتون عشان ما بيستحملش الحرارة العالية خصوصا الشوي، معانا شوية عسل اسود، ودي تكة للي عايز طعم تسكيرة بس بسيطة جدا وفي نفس الوقت تدخينة، بتدي طعم المكرمل شوية المدخن ده للي حابب، ونصيحة تجربوها على قطعتين بس ولو حبيتوا الطعم تكملوا. ومعانا في اللي هو الورشستر شاير صوص، ده بيتباع ويعني ممكن تحطوه او لا، لو عايزين ما تحطوهوش يبقى تستبدلوه ممكن بمعلقة خل واحدة. ومعانا طبعا ملح والفلفل. كل ما التوابل كانت قليلة كل ما كان احسن، يعني كفتة الحاتي مثلا اللي احنا عملناها امبارح مع بعض يبقى رشة ما تبقاش كتير، التوابل الكتير في الكفتة مش حلوة، ما بتبقاش حلوة. طعم اللحمة نفسه والبصل لما يكون لسه مبشور مش قاعد مستني البصل، لان البصل لو استنينا برضو عليه بيبتدي يعمل طعم مش حلو، يبقى لسه طعم البصل مبشور وملح وفلفل بس كده طعم بيبقى حلو جدا. كمية التوابل بقى ما بتبقاش حلوة، يعني تبقى الرشة، يعني دايما نعمل زي ما بقول رشة ما تبقاش بالمعلقة. ان الملح لو احنا هنسيب اللحمه، وطبعا يفضل ان احنا نسيب اللحمه في التتبيله شويه، خلاص يفضل ان احنا نسيب اللحمه في التتبيله كام ساعه او تبات فيها في الثلاجه علشان الطعم يبقى يعني اللحمه تبقى متشربه بالطعم احسن كتير. مهم جدا ان احنا ما نحطش بقى الملح في اللحظه دي، يعني الوقت اللي احنا هنحط التتبيله على اللحم وندخلها التلاجة ما نحطش فيها ملح. الملح بيعمل ايه؟ الملح بيشد المية من الحاجة. خلاص انا هتبقى شوية من العسل الاسود، حاجة بصوا نقطة مش كتير، يعني احنا مش عايزين نغرقها عسل اسود، هي حاجة بتبقى ما مش ملحوظة ومش محسوسة خالص. خلاص، ودي برضو ممكن تبقى بديل للورشستر شاير صوص للي مش حابب يحطه او مش لاقيه. الريش على النار لازم تكون الشواية عالية. انا حطيت الزيت جوه التتبيلة برضو علشان لما بحطها جوه التتبيلة بتساعد على انها ما تتحرقش مني على او انها ما تلزقش مني على الشواية.